من بلاد الرافدين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. تزوير الانتخابات هاجس يؤرق بعض القوى السياسية العراقية، فإمكانية التلاعب قائمة في ظل استخدام التصويت الإلكتروني. من هنا يطرح السؤال، كيف يمكن للعراق أن يحمي انتخاباته المفصلية بحسب إجماع المشاركين في استحقاق 10-10؟ وأي دور ستؤديه المفوضية العليا للانتخابات لطمأنة المشاركين إلى سلامة النتائج؟ وهل يمكن أن يكون الحل عبر الفرز اليدوي إلى جانب الإلكتروني لقطع الطريق على أي شبهة تطال النتائج؟ في هذا الوقت من المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الاقتراب أكثر من الموعد المحدد، فماذا أعدت القوى المتنافسة للأيام الأخيرة الباقية؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيفينا في حلقة اليوم من يا عراق الخير، المرشحة عن مشروع قادمون للتغيير منال المفرجي، والمرشح عن تحالف الفتح الأستاذ علي الفتلاوي. أهلا بكما ضيفينا في حلقة اليوم من يا عراق الخير. أبدأ معك أستاذ علي الفتلاوي، لأنه هذا الطرح موضوع إمكانية التزوير وربط الموضوع بنقل السيرفرات إلى الإمارات وموضوع الفرز الإلكتروني، حضرتك طرحته في إحدى المقابلات قبل فترة، لماذا هناك تخوف من قبلكم اليوم في موضوع إمكانية تزوير الانتخابات؟ شكرا لك سيد الفاضل، وشكرا لمتابعي القناة الكريمة المؤقرة. صراحة في البدء أعزيكم وأعزي نفسي وأعزي المجتمع الإسلامي عام بأربعينية الإمام الحسين الذي خط ذلك الخط الجهادي وذلك الخط الإصلاحي منذ أن ضحى بنفسه وعياله من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، ولا زالت تلك الكوكبة ونفس الكوكبة تسير على نفس الخطى الجهادي. فنحن نعلم بأن كل فترة فيها حسين وكل زمن فيه يزيد، فلا زال يزيد موجود ولا زال الحسين موجود. صراحة اليوم كتحالف فتح، تحالف فتح له ثقة صراحة في المفوضية العليا المستقلة في داخل العراق، لكن هناك مخاوف في نقل الريسيفرات او عبر الامارات. يعني اليوم تصعد للامارات وترجع مره اخرى، الوسيط الناقل يسمى الوسيط الناقل. هذا الوسيط الناقل اليوم عده اسئله عندنا، ليش تم تحديد الامارات فرضا؟ ليش ما تم تحديد دوله اخرى غير خليجيه؟ يعني تعرف اليوم اكو انجدات بما فيها الامارات لها اذرع في العراق، وحتى على طريق المخابرات العراقية للإمارات أذرع في العراق؟ نعم موجودة الأذرع في العراق عن طريق تصريح الكثير من السياسيين في داخل العراق، وأيضا هنالك عملية امتداد من الإمارات في داخل العراق، أي دعم مادي ودعم معنوي. ونحن نعلم بأن اليوم الإمارات والكثير من دول الخليج تحاول أن تضع العراقيل أمام الديمقراطية العراقية الحديثة، لكن نحن نطالب من المفوضية التي وضعت قيود وشروط في المفوضية داخل العراق. اليوم احنا ما عندنا مشكلة في داخل العراق، اليوم امنيا مسيطرين على كل المناطق، وايضا لدينا الثقة بالشعب العراقي بان يدلي بصوته للانسب والافضل والاجع والذي اعطى ما اعطى، لكن فقط عندنا شكوك في عملية النقيل الواسط او الوسط النقيل عفوا بين العراق والامارات. طب لماذا تم نقل هذا الوسط الواسط الذي تتحدث عنه استاذ علي الى الامارات؟ لماذا هو اصلا ليس موجود في العراق؟ يعني احنا هذا السؤال سالناه المفوضي، قال هذا صار العقد يعني مع الامارات، هذا العقد اللي صار مع الامارات، حاولتوا تغيرونه؟ قالوا ما قدرنا. اذا اكو ضغوطات، ظاهر اكو ضغوطات بانه اليوم اصبح الوسيط الناقل في داخل الامارات، وهذا المخاوف. لذلك نطالب من الحكومه العراقيه او المفوضيه العراقيه المستقلة بأن يكون فرزين، فرز اليدوي وأيضا الإلكتروني، ما عندنا مشكلة. وأنتم واثقون بالمفوضية كما نعم لدينا فرزين. سأعود لأسألك عن هذه النقطة، نقطة مفوضية، إلى أي مدى يمكنها حماية نتائج هذه الانتخابات من التزوير، خاصة أننا مقبلون للمحاكاة الرابعة التي ستقوم بها المفوضية؟ ولكن قبل ذلك سيدة منال أهلا بك مجددا. إذن هناك مخاوف يقول الأستاذ علي الفتلاوي من إمكانية التزوير، أنتم لديكم نفس المخاوف أم أنه مخاوفكم تختلف؟ أنتم تخافون، عندكم مخاوف من المال السياسي، عندكم مخاوف من انعدام تكافؤ الفرص كما تقول بعض الوجوه الجديدة المشاركة في هذه الانتخابات؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمشاهديك الكرام، ونعزي الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أكيد طبعا كلنا عندنا مخاوف من تزوير الانتخابات،
ما بات يعني خلينا نقول ما حد ما يعرف انه الانتخابات 2018 كانت انتخابات مزوره، ويعني كل الوثائق وكل الادله انه كانت مزوره، عدد كبير من النواب اللي صعدوا وما صعدوا باصواتهم الحقيقيه. عندنا هذه المخاوف موجوده، بالاضافه الى هذه المخاوف اكو مخاوف ايضا من شراء الاصوات. شراء الاصوات هو يعد واحده من الطرق اللي نسميها احنا كسب الاصوات بطريقه غير شرعيه، ايضا مخاوف من المال السياسي الموجود. ومثل ما ذكر ايضا اخي انه النقل بالسيرفرات، اليوم العراق مو قاصر على انه يكون عنده هذه السيرفرات، ومو يعني مو سعرها خلينا نقول اللي غالي بحيث انه نستاجر سيرفرات بالامارات او نودعها بالامارات. العراق موجوده به مكانات كثيره امنه. هذه الخلل مال سويت عقد والعقد ما ممكن فسخه، هذا مو صحيح. اليوم احنا شعب عراقي اصيل، وهذا الشعب هو يمكن اكثر شعب بالوطن العربي عاش حروب وعاش ويلات وطلع من عندها بكل جداره، فما يعني موضوع الانتخابات ما يقدر يطلع منه بجداره ويكلف دول الجوار انه تكون حاميه للاصوات العراقيين، لا. اطالب طبعا حالي مثل الاخ وزميلي انه يكون هناك فرز يدوي بالاضافه للفرز الالكتروني، والفرز اليدوي يكون نفس الوقت. طبعا احنا سامعين كثير من اللغط على موضوع التزوير اللي راح يحدث، انه بعض حتى فلاشات يمكن محضره بها الاصوات، الاجهزه اللي لزمت هذه طبعا مو كلها، لربما اكو بعد اجهزه موجوده، هذه الاجهزه ايضا هي منافذ لدخول الاصوات لشخصيات معينه. ايضا نعرف انه اكو يعني خلل بالجهاز، انه من يسوي له يعني يوضع بطاقه الناخب بالجهاز يسوي له تخطي، وتخطي يعني انه هذا ينحسب صوت لكن الصوت المن راح يروح، وهذا ممكن يعيدها اكثر من مره، يعني الجهاز ما راح يتعرف على بطاقه واحده، وممكن هاي البطاقه اكثر من مره. وايضا بعد بالاضافه للتزوير الالكتروني اكو تزوير يكون بالتهديد، يعني بعض الكتل الموجوده والمتوغله بال العراق هذه الكتل عندها سياسة الترغيب وسياسة الترهيب، يعني إذا ما تجي بالعافية تجي بالزور على قولت اللي يقول. ولكن عفوا على المقاطعة سيدة منال، ولكن أيضا سؤال أنت طرحتي وذكرتيه قبل قليل في كلامك، لماذا هذه السيرفرات أو هذا الناقل ليس هذا موجود في البلاد؟ هذا من اتخذ هذا القرار؟ هذا السؤال يعني احنا نسأل المفوضية، أنه ممكن يكون أي مكان موجود بالعراق هو حامي لهذه الأصوات، وهذه السيرفرات اليوم باتت اي شركه اتصالات تقدر توفرها، باتت اي وزاره تقدر توفرها، وحاليا عندنا يعني احنا ممكن مقبلين على نسميها الحوكمه، والحوكمه يتطلب هذه السيرفرات. اذا هذا الموضوع عليه علامه استفهام، نتمنى انه يتم تداركه بهذه الفتره، واذا ما تم تداركه احنا ان الله نقول سبحانه وتعالى نحاول انه يعني نكون عين على الاصوات. يعني اليوم احنا بحاجه الى الكيانات اللي هي المراقبين الاحزاب والكتل، انه كل الاحزاب وكل الكتل تخلي لها مراقبين حتى تبدي هي تحافظ على اصواتها. سيده منال ذكرت نقطه هامه استاذ علي الفتلاوي، هي موضوع الفرز اليدوي، الى اي مدى يمكن ان يكون الحل عبر ايضا الفرز اليدوي بالتوازي مع الفرز الالكتروني، مع الاشاره الى ان المفوضيه اعلنت ان النتائج ستصدر خلال 24 ساعه فقط. نعم خب، اذا اليوم تريد تطمن الكتل والاحزاب وحتى المستقلين بان هناك انتخابات نزيهه، يجب ان يؤخذ العمل بالشقين، يعني الشق الاول الالكتروني والشق الثاني الفرز اليدوي، حتى يكون حاله اطمئنان لدى المرشح ولدى من يروم الدخول في هذا المجال السياسي. لذلك نعم نطالب بكل قوه ان يجب ان يكون كلتا الحالتين في نفس الامر، يعني اليوم خلت يذهب لكن الفرز اليدوي نطالب به بهالموضوع. وبرايك سيكون هناك تجاوب مع مثل هكذا طرح؟ لانه البعض يرفض، خاصه يقول انه قد يؤخر عمليه اصدار النتائج، والمفوضيه يعني مستعده لاصدار النتائج خلال 24 ساعه. هل يمكن ان يكون هناك توافق على مثل هكذا طرح، ان يكون هناك فرز يدوي الى جانب الالكتروني؟ اي نعم يمكن. المفوضيه قادره على الموضوع هذا، سبق الموضوع هذا ان المفوضيه قادره، يعني قالوا قادرين على الموضوع هذا. برايك الى اي مدى المفوضيه تملك القدره اليوم استاذ علي وهي تستعد للمحاكاه الرادعه للانتخابات خلال الايام القليله المقبله لمنع اي نوع من انواع التزوير؟ هل هي قادره بالمطلق على ذلك ام انه ربما هناك بعض الثغرات؟ يعني انا صراحه عن طريق التصويت الالكتروني عن طريق الاطلاع علي ما شفت هناك ثغرات، يعني هناك قيود صارمه حقيقيه. يعني انا لست مدافع عن المفوضيه، لكن المحاكاه الاولى كانت فاشله، المحاكاه الثانيه والثالثه والرابعه، الثالثه لحد الثالثه يعني هي ناجحه.
قد يكون فيها خلل يعني بسيط، هذا بأنه نطالب بأن يكون عملية جدية في المحاكاة الرابعة حتى يمكن السيطرة عليها بصورة قوية ومحكمة. لكن الشروط التي وضعت بأن اليوم يجب أن النظر والبصمة والمستمسك وذني كل الشروط يعني تقريبا صعبة اليوم عن طريق التزوير، إلا في حالة التخطي. في حال تخطي نطلب من الشعب العراقي أن يكون واعي لهذه المرحلة، هي قد يكون فقط هاي الثغرة. ما المقصود بالتخطي؟ التخطي بأنه ما يطلع اسمك فرضا، ما يعبر اسمك، أو يعني أنت وضع بطاقة الناخب بالجهاز، الجهاز ما يتعرف عليه، وبالتالي الموجود على الجهاز ينطي تخطي يعني مشيها، فتمشي يصير صوت ما تعرف انه هل هي هذه البطاقه يعني جايه من غير اخذ صوتك ما اخذ صوتك، يعني راح ياخذ صوت بس بدون ما يعرف الاسم. يعني انت راح تمكن تحويل هذا الصوت الى مرشح لذلك ممكن يكون هذا من خارج الدائره. يعني لذلك احنا نكون الشعب العراقي يكون واعي للموضوع، ما يعبر هالموضوع هذا الا يجلب صوته يلا يعبر. وإذا اضطرت الأمور بأنه يوقف بالمفوضية قال أنا صوتي ثمين عندي. هو لا، هو راح ينطي صوت، بس هل هاي البطاقة هي من هاي الدائرة أو لا؟ هو هنا المشكلة، أنه ممكن أنت حتى هاي البطاقة تقدر أكثر من مرة تدخلها للجهاز، لأن هو ينطي نفس البطاقة ممكن. إيه، لأن هو ما تعرف لا. عليها بالمرة الأولى. نعم ممكن لا. ما يتعرف عليها. لكن المفوضية قالت هذه بطاقة مشفرة ولا يمكن أن تزور هذه البطاقة بأي شكل من الأشكال. أكو بطاقة مؤقتة وأكو بطاقة دائمية، والبطاقة المؤقتة هي اللي راح تسحب ست المعلومات بين تسحب البطاقة المؤقتة. نعم تسحب البطاقة. لكن أكو عدد كبير من البطاقات موجودة لم تستلم، لا زالت موجوده. الوقت المتبقي هل هو كافي استاذ علي لسحب في حاله الانتخابات؟ اليوم اكو بطاقتين، البطاقه البيرومتريه الجديده المحدثه والبطاقه القديمه صاحبه المعلومات. صاحبه المعلومات الاوليه من تجي تجلب صوتك تسحبها المفوضيه وتخليها بالحفظ يمها، ما يعني ما يحق لك تاخذها، ياخذون معلوماتك بنفس الوقت وتذهب بعد تعوف البطاقه مالتك. اما البطاقه المحدثه البيرومتريه لا، تجلب صوتك وتطلع. لكن احنا فقط في هاي الثانيه اللي هي البيرومتريه بين قد يكون تخطي يقول لك صوتك ما موجود او اسمك ما موجود او يعني فد شنو الاليه الموجوده عندهم. ولكن سيده منال، انت قبل قليل تحدثت عن عده مخاوف الى جانب المخاوف من امكانيه التزوير في موضوع الفرز الالكتروني، ولكن هناك اليوم رقابه امميه لهذه الانتخابات، اكثر من 500 مراقب، حتى هناك اهتمام دولي كبير من الاتحاد الاوروبي وغير الاتحاد الاوروبي. سيده بلاسخارت من يومين اشادت بالانتخابات واصدرت فيديو، كان لها فيديو ايضا تدعو الشعب العراقي للمشاركه في هذه الانتخابات، الا يطمئنكم ذلك؟ طبعا احنا يعني نشكر المفوضيه لجهودها الكبيره في هذا الموضوع، لكن احنا ما نقول انه المفوضيه هي موجوده بالمجلس، المفوضيه هي اللي تسوي التزوير، لا، التزوير اليوم وين يصير؟ اليوم احنا عندنا مناطق نائيه، عندنا قرى، عندنا ارياف، هذه طبعا هذه مكانات يكون سهل بها التزوير، سهل بها الحشو خلينا نسميه، هم يعرفوه طبعا موضوع انه الاوراق في نهايه اخر ساعتين من التصويت الناس تخف العدد، اكو ناس اصلا ما تروح اوراقها تبقى، ايضا يستغلوها، هذه ايضا تكون عملية حشو مرة ثانية يعني لأحد المرشحين وهكذا. إذا إحنا ما نقول المفوضية هي مسؤولة وراعية التزوير، لا، اليوم إحنا طبعا المفوضية مشكورة قلت لك، تحاول طبعا أنه تأخذ من الجامعات، أنا واحدة من أساتذة الجامعات وأعرف أنه تدز على الأساتذة راح يكونون هم الموجودين كمشرفين إضافيين بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة للمنظمات وبالنسبة للمراقبين الدوليين. لكن إحنا عندنا اليوم بما يقارب يمكن أكثر من 8000 الى يمكن فقط في بغداد محطه انتخابيه، انت ما تقدر تراقب 8000، يحتاج لك انت تقريبا 8000 او اكثر من عندهم مراقبين، وبالتالي ايش قد احنا راح نقدر نسيطر على المراكز؟ لربما الموجوده هنا في وسط بغداد هذا ممكن، طبعا هذا الحكي يتعمم على كل المحافظات، انت عندك اطراف نائيه هذه ما يوصلوا لها لا الامم المتحده ولا توصل لها لربما حتى المفوضيه. نعم اكو بعض الاشخاص يكونون مسؤولين عن نفسهم وعندهم ذمه وعندهم ضمير في تجاه هذه العمليه، لكن احنا يعني ما نقول كلهم 100% هم بيرفكت وهم ناس يخافون رب العالمين، اكو ناس لربما هي تساعد شخصيه معينه حتى يصعد بالبرلمان، وهذا طبعا اكو هسه حاليا موجود هواي من قبل الرقابه الدوليه نشريات موجوده بالفيس انه هذا هاي المحطه او هذا المركز ما حد ندخله الا اللي يجي ينتخب سين من الناس مرشح ونائب موجود سابقا، هاي المحطه او هذا المركز ما ندخل احنا بقيه الناس هذا موجود الان في هذه الانتخابات الا تنتخبون سين منه. هسه بدا الترويج لها بالفيس طبعا موجود يعني هذا الشيء، وبالتالي يعني عندنا هواي كثير من الثغرات نحاول انه نسدها. احنا
بدورنا كمرشحين دنزج بالمراقبين، لكن هل عددهم يكفي؟ اليوم أنا أحتاج فقط بمنطقتي إلى أكثر من 500 مراقب بكل محطة، ودا أتعاون مع زملائي الموجودين دا نحاول أنه نوصل العدد إلى 250 لكل واحد من عندنا، لكن هذا عدد كبير مو عدد صغير حتى إدارته، وأنت ما تضمن ولاء الكل 250 أو 500 الشخص معين، وبالتالي أكو إمكانيات كبيرة للتوصيل. سأنطلق من هذه النقطة، نقطة المراقبين الدوليين. أستاذ علي، لأسألك عن كلامك قبل أيام عندما تقول أن في هذه الانتخابات ضغوطات وتدخلات خارجية، من هي هذه الجهات الخارجية التي تتدخل في الانتخابات الحالية في العراق؟ الانتخابات المفصلية كما يصفها الجميع اليوم. أستاذ الكريم، صراحة اليوم العراق أصبح محطة للكثير من التدخلات، يعني اليوم أغلب الدول الجيران لها مطامع في العراق، فلذلك اليوم كل واحد يسعى إلى مصلحته الخاصة. وين يذب المصلحة الخاصة؟ يذبها في العراق. يعني اليوم قد يكون تركيا لها مصالح خاصة، والسعودية لها مصالح خاصة، وسوريا لها مصالح خاصة، والأردن لها مصالح خاصة، كل دول الجوار لها مصالح خاصة في العراق. ولذلك أنا على يقين بأن كل الدول التي ذكرت هي لها أيادي في العراق، هذا لا مناص عنه، هذا لا طرى سطر. فلذلك احنا اليوم، ولكن يعني ما هي هذا التدخل؟ كيف تتدخل هذه الدول؟ هنا سؤال، كيف تضغط في هذه الانتخابات العراقية؟ عن طريق السياسيين الفاسدين. يعني اليوم احنا خلينا نجي اليوم، كم فيلا موجوده بالاردن؟ كم فيلا؟ يعني هذا يروح يسكن في الاردن ويعطي ما يعطي ويشتري ما يشتري؟ انا صراحه لا اعرف. انا اعرف، وهم يسمعون اصوات، يعرفون بانه هنالك فيلل في الاردن عن طريق سياسيين موجودين في العراق. فقط بالاردن والامارات بالامارات وبكل دول، يعني هذا اليوم وبالكويت. ها، ذولا ايش تتوقع اليوم؟ ما نحسب على هاي الدوله اليوم؟ اذا كان ساكن هو وعائلته موجوده هناك تحت الإقامة، تحت الرعاية، ما نعرف شنو المسمى، لكن أنا على يقين بأن هناك ضغوطات إن كانت إرادية أو لا إرادية، يعني كانت بالقوة أو بغير القوة. يعني يوم أنا صاحب فضل عليك، أنت قاعد في مدينتي أو في بلدي، كيف تخدمني في بلدك؟ تخدمني عن طريق هذا، تضع نظام يوافق أو يطابق ما تطلبه المصلحة في تلك الدولة. هذا موجود في العراق هسه، ما يخفى عليك، ما يخفى عن الشعب العراقي. الشعب العراقي برمته يعلم الموضوع. والضغوطات والتدخلات بأي هدف؟ يعني هناك سعي لإيصال طبقة سياسية تكون متناغمة مع هذه الدول التي تتدخل؟ نعم، إيصال طبقة سياسية منظمة مؤدلجة إلى أن تتبع المصلحة الخاصة بالدولة الجارة، أي دولة. هذا موجود. لا تريد أن تسمي بشكل مباشر؟ أنا سميتها، أنا بعد شو تريد أسمي؟ سميت عدة دول. إذا ولكن بالتأكيد أنت قصدك ربما أحدى الدول أو لا أكثر من دولة؟ لا، كثير من الدول، كل الدول التي ذكرت. طيب، في قادمون للتغيير سيدة منال، هل تشعرون أيضا أن هناك تدخلات وضغوطات خارجية في هذه الانتخابات؟ وكيف تواجهون مثل هكذا ضغوطات وتدخلات، خاصة أنكم يعني تخوضون هذه الانتخابات المرة الأولى؟ طبعا هو لا يخفى على القاصي والداني أنه الكثير من الدول الجوار والدول الهنقول البعيدة مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا إلها أذرع في العراق. هذه الأذرع هي عبارة عن سياسيين أو نواب أو غيرهم، وهذا طبعا ما يخفى على الكل. اليوم أنا طبعا خضت انتخابات السابقة، كثير يقولون إذا ما إلك اتجاه ويا الاتجاه الجانب الأمريكي راح تكون مثلا ويا الجانب الإيراني وهكذا. إذا هذه أول وحدة، أنه لو تكون بهذا الجانب أو هذا الجانب. بالنسبة لي أنا ما أريد أكون بأي جانب، ما أريد أكون جانب المواطن العراقي وجانب العراق. إذا هذه اللي هي الدول البعيدة عنا، تعال أنت إلى الدول الجوار. الدول الجوار إحنا بصراحة على مدى 18 سنة ما شفنا منهم غير الأشياء السيئة. زين، نحاول انه بالمرحله القادمه انه نبني علاقات جيده، لكن هذه العلاقات المفروض تكون يعني متبادله. انا مو اليوم تركيا متوغله بالحدود العراقيه واني اتعامل وياها دبلوماسيا، والله مو صحيح. اليوم انا لازم اضع حد لتركيا وتوغلها نعم موجود الاحزاب الموجوده، حزب العمال الكردي الموجود، اوكي هذه الامور موجوده، لكن هذه حلها يكون بشكل دبلوماسي مو بشكل احتلال ووجود على الارض العراقيه. ايضا عندنا السعودية، أيضا عندنا الأردن، أيضا عندنا مصر، كل الدول اليوم تحاول أنه تغتنم غنيمة بالعراق. حالهم حال السياسيين الموجودين اليوم بموضوع المحاصصة، اللي كل واحد يحصل غنيمة من العراق، وحاليا هم منتظرين هذا العرس الانتخابي حتى كل كتلة تحصل لها كم وزارة وتعيش عليها مدة من الزمن وبعد ذلك، وهكذا طبعا دوالي. نتمنى أنه نقطع هذا الأمر من جذورها. اليوم من تصعد خلينا نقول أشخاص شرفاء وطنيين عراقيين يحاولون أن
انه يبنون العراق من الصحيح. احنا اليوم ما عندنا دائم صراحه مشروع قادمون للتغيير، ومشكور الاخ حسين الرماحي انه فتح لنا مجال انه نكون ضمن الحمله الانتخابيه وضمن المرحله الانتخابيه اللي هي 2021. ما عندنا تمويل، والحمد لله نحمد ربنا ونشكره انه ما عندنا تمويل من اي دوله، وما نريد زين كلش كافي انه احنا نوصل للناس. نعرف ليس عندكم تمويل من اي دوله؟ ما عندنا اي تمويل. من اين التمويل؟ نعم، من اين؟ يعني الحملات الانتخابيه تحتاج الى اموال بنهايه المطاف. نعم نعم، ايش قد تحتاج؟ حاليا احنا كل اللي صار فعلينا الاستاذ حسين الرماحي ما يتجاوز ال 5 مليون دينار. زين، عددنا نعم 200، لكن هو هاي ال 5 مليون ما انطاها ال 200 مستحيل. عددكم 200 مرشح. اكثر من 200 مرشح. تحالف الفتح 63. نعم، مرشح فقط يا دكتوره. يمكن دوله القانون 72 مرشح. تحالف فتح من القوى السياسيه الموجوده ولديها نواب بالبرلمان. نعم، و63 مرشح. اي نعم. انتم 200. 200 مرشح، واسال كل مرشح بهم اذا حصلوا دعم من حسين الرماحي رئيس الكتله، انا اقول لك واني جازمه انه ما حد حصل عدا فليكسات اللي هي 400 متر لكل مرشح، كارتات 15,000 كارت لكل مرشح. وصراحة قلت لك انه فتح لنا الابواب، اختار الشباب، اختار الكفاءات العراقية وزجهم بالمعترك السياسي. نعم نعرف احنا امام تحديات يعني لديكم كبيرة. نية لحصد كتلة برلمانية كبيرة ان جدا. ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى انه هاي الكتلة البرلمانية تكون هي مسؤولة مع الشعب عن الحكومة القادمة حتى تكون حكومة انقاذ وطني ان شاء الله. سأتحدث عن الحكومة بعد قليل، ولكن الله. يعني حجم الكتلة، عدد المقاعد التي كبير. تتوقعون ان تفوزون بها ما هو؟ نتمنى تقريبا انه نوصل اذا احنا داخلين ب 250 خلي نطلع فد 60 70 مرشح او نائب. 60 70 مرشح؟ اي نعم. يعني توقعاتكم اكثر حتى من الفتح؟ ان شاء الله نحصد اكثر من عنده. اليس كذلك استاذ علي؟ التفاؤل موجود. يعني انتم توقعاتكم حتى ليست لهذه الدرجه، والمرشحين عددهم 63 فقط. مثل يقول مدرج لك على قد غطاك. احنا غطانا الحمد لله، غطانا العراقيين الموجودين اللي يريدون يحاربون. بالعكس احنا احنا غطانا ايضا العراقيين على غطانا. احنا غطانا العراقيين، احنا ناس ما ماخذين اي تمويل من اي احد. نطمح نطمح ولم نطمع، نطمح ولم نطمع. اليوم الطموح بالمعقول، يعني اليوم واحد يقول 100، واحد يقول 150، واحد يقول 60. زين، واحد يعني ايش خليت للبقيه؟ يعني هسه ما في شيء، هسه انت مو قلت 50 يعني هسه خلص على 100 150. اي 60 هاي قبطوا يعني الباقي. احنا مو قبل شويه انت قلت ناخذ 50، وانا ضحكت طبعا، ابتسمت لك ابتسامه، قلت لك ان شاء الله احنا ناخذ الاكثر ان شاء الله. ان شاء الله نكيف. تتوقعون ان تحصل على الكتله الاكبر في البرلمان العراقي؟ ان شاء الله ان شاء الله لهذه الدرجه الاكبر ان شاء الله. واذا ما حصلنا فاحنا اكيد خلينا نقول كنا السباقين لهذا الموضوع، انه لازم تكون هناك كتله وطنيه. اليوم قادمون للتغيير ممتده من الشمال الى الجنوب، كل المحافظات 18 محافظه نازلين بها، ونازلين بكل الدوائر، ونازلين بكل دائره اكثر من 4 مرشحين الى 3 مرشحين، وهذا بحد ذاته هو تحدي. ولذلك سالتك من اين القدرات، كل هذه القدرات؟ لانه هذا يحتاج الى قدرات والله هائله والله. ان يكون لدى بالمناسبه تحالف معين، ائتلاف معين، لا لا مشروع لا لا. معين. كل هؤلاء المرشحين في مختلف دوائر في العراق. نعم، وحاليا هم دا يصرفون من جيوبهم. لديكم يعني منافسين اقوياء. ما يخالف، بس الله اقوى من الكل ترى بالمناسبه، واللي ويا رب العالمين ما يخاف من احد. طيب سنكمل هذا النقاش، ساسال اكثر ايضا عن مشروع تحالف الفتح في المرحله المقبله، اي برنامج تملكون استاذ علي؟ سنسال ايضا عن نعم. مشروع قادمون للتغيير نعم. ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الحلقة من يا عراق الخير. نعود ونرحب بضيفينا في حلقة اليوم، المرشح عن تحالف الفتح الأستاذ علي الفتلاوي، والمرشح عن مشروع قادمون للتغيير السيدة منال المفرجي. أهلا بكما مجددا ضيفينا الكريمين. أستاذ علي الفتلاوي، سنبدأ الآن بالحديث عن البرامج الانتخابية. نبدأ مع تحالف الفتح. يعني حضرتك تقول في تصريح لك قبل أيام أن مشروع تحالف الفتح يقوم على توزيع الثروات على جميع العراقيين. البعض قد يقول هذا شعار جميل ولكن صعب التطبيق، كيف ستطبقون مثل هكذا شعار؟ دكتور صراحة اليوم إذا ترجع للعراقيين، العراقيين مطالبهم جدا بسيطة، أطيب من الشعب العراقي ما شفته. لذلك عندنا نظامين، يحتاج إلى اقتصاد ويحتاج إلى الخدمة، غيرها ما يطمح أو ما يطمع.
هذا المشروع اللي وضعناه هنالك مبادئ وأسس ثابتة عندنا. يعني أولا فرضا اليوم تفعيل المئة برميل اللي قامت الدنيا ولم تقع. هي هذه النقطة، تفعيل 100 برميل ما المقصود بها عفوا؟ إعادة الاتفاقية الصينية. الاتفاقية الصينية هذا الخب كان ينهض بالعراق إلى مستوى كبير. أفضل ما اليوم رحت تعاقدت مع مصر والأردن اللي هي بمستوى تحت خط الفقر، اللي عايشة على المساعدات والمعونات عن طريق الخليج وغير الخليج. الاتفاقية الصينية يجب أن تفعل. أنتم يعني تضعون ضمن برنامجكم نعم. الانتخابي في تحالف الفتح نعم. موضوع العمل على تطبيق اتفاقية العراق مع الصين نعم. التي أبرمت في عهد السيد عادل عبد المهدي. نعم. هذا من أولويات عمل. أريد المزيد من الشرح عن هذه الاتفاقية للجمهور العراقي أستاذ علي. أستاذ الكريم، هي أول العراق يحتاج إلى بنى تحتية كبيرة أولا. اثنين، تفعيل القطاعات الخدمية الكثيرة اللي هي الصحة والمدارس والبنى التحتية. ثانيا، يحتاج لها إلى عقد حقيقي. اليوم أنا مصر ما تخدمني في هذا الإطار، والأردن ما تخدم في هذا الإطار، تخدمني فقط الصين. لذلك الصين اليوم هذا التنين الكبير اللي أنعش الكثير من الدول. اليوم إيران راحت استغلت هالموضوع وراحت في اندفاع وعقدت الاتفاقية الصينية وأخذت مجالها، بينما هو المشروع كان إنك عراقيين. هذا اللي ما رضت بأمريكا وحاولت أنزج الأذرع مالتها في هذا الإطار، وقفوا هذا المشروع الكبير الذي كان سينهض بالعراق لولا التدخلات. الآن تم توقيف المشروع؟ تم توقيف المشروع مؤقتا. من قبل من؟ الحكومة. الحكومة وقف المشروع. لذلك نحن جادين وساعين في أن نعيد هذا الاتفاقية وبكل قوة. هذا المخلص الذي الآن العراق، المنفذ اللي يقدر يتنفس الصعداء، يعني يقدر شوية يتنفس إذا البنية التحتية كملت والاقتصاد انتعش والخدمة تطورت، يمكن العراق يمكن أن يتخذ الطريق السالك الحقيقي. فلذلك هذه من ضمن الثروات التي يمكن أن تفيد الشعب العراقي، ومن الأمور الخدمية الحقيقية التي يمكن تفيد الشعب العراقي، وأيضا قفزة اقتصادية في المستقبل إن شاء الله عن طريق ميناء الفاو وغير ميناء الفاو. هذا إن كلهن ثوابت. في حال تطبيق هذا الاتفاق، ما هي الأمور التي سيؤمنها؟ ماذا سيجذب؟ كيف سينعكس إيجابا على مستوى معيشة الشعب العراقي؟ دكتور، اليوم اليد العاملة التي ستكون في العراق، هذا هو العراق. قلت لك شو يحتاج؟ يحتاج اقتصاد. أنا اليوم في قضائي أو في دائرتي الانتخابية الكثير لدينا، مع الإشارة لأنك مرشح في بغداد الدائرة 17 رقم تسلسل 27. نعم نعم. القطاع الأيد العاملة متوقفة عندنا، يعني ما عندنا الآن، عندنا البنغال يعمل والمصري يعمل، ويعني الدول هذا موجود في كل دول العالم. لا قصدي يعني يد عاملة اليوم إذا تفعل المشروع الصيني قادر على أن يعملون شبابي. ليش الآن في البصرة المشاريع النفطية ما يشتغلون بها العراقيين؟ ما يشتغل بالعراق؟ ما يشتغل بالعراقيين، يجيبون عمالة أجنبية يفعلونهم. لا، لذلك يجب تفعيل بالاتفاقية الصينية احدى بنوتها، يعني يتم تفعيل الايدي العراقيه، العمل على الايدي العراقي، وهذا ما يطمح اليه العراق. شو يريد؟ قلت لك اقتصاد وخدمه. اذا توفرت للعمل شو يحتاج بعد؟ يحتاج فقط الخدمه، والخدمه مناطه بالحكومه، يجب ان تفعل دور الخدمه ايضا. سيده منال، انت تطرحين زياده مدخول الاسره من خلال توفير فرص العمل، هذا من خلال برنامجكم الانتخابي. كيف ستزيدون فرص العمل في العراق؟ على اي اساس اليوم تعدين الشباب العراقي، العائله العراقيه، باننا سنزيد هذا المدخول لهذه الاسره من خلال فرص العمل؟ من اين ستوفرون فرص العمل للشباب العراقي؟ بدءا البرنامج الانتخابي اللي انا عادته واللي اكيد الكتله ايضا تعمل عليه، انه اجراء اصلاحات بالوضع الاقتصادي او اصلاحات اقتصاديه. اليوم احنا نعرف انه العراق هو مستورد لكثير من المواد، وبالتالي ممكن احياء الصناعات العراقيه. احياء الصناعات العراقيه يتضمن الصناعات القديمه ويتضمن ايضا صناعات جديده. اليوم اللي يريد يفكر انه شلون يغطي البطاله الموجوده بالعراق لازم يجي يجيب استثمار، هذا الاستثمار يكون استثمار حقيقي. الاستثمار الحقيقي انه مو استثمر ببنايه انا بانيها قبل 25 سنه واقول لهم تعالوا اشتغلوا لي عليها، لا، الاستثمار الحقيقي تجي الشركات الاجنبيه، الصينيه، الامريكيه، اي شركه
تريد تستثمر بالعراق تبني هي مصنع معين، وهذا المصنع يستوعب البطالة الموجودة. احنا نفرض عليهم نسبة معينة 90% 80% من البطالة الموجودين حتى يعني من الموظفين. قد يقول البعض أستاذة منال أنه هذه شعارات جميلة، ولكن كيف ستجذبين أنت المستثمر من الخارج لكي يستثمر؟ يعني على قاعدة التي يرفعها تحالف الفتح أنه نفعل اتفاقية مع الصين مثلا، هذه لديكم مشاريع أخرى؟ لا، هذه جزء من عندها أنه نفعل استثمارات. اليوم احنا موجود عندنا استثمارات، لكن الاستثمارات كلها رايحة بمجالات مختلفة اللي هي ترفيهية، مولات واستهلاكية وغيرها. نحاول أنه الاستثمار نوجه باتجاهات صحيحة، مو استثمارات يجي يسوي لجباية وياخذ نص الوارد حتى هو يستفاد من عندها. هذه مو إصلاحات ولا خلينا نقول استثمار حقيقي. إذا الاستثمارات الجديدة ممكن نستثمر معامل جديدة وحاليا موجودة بكل محافظة منطقة صناعية، وممكن نعيد الصناعات المتوقفة. احنا بالعراق عندنا 33,000 مصنع، 33,000 مصنع لو كل مصنع اخذ له فقط 100 شخص، احنا معينين الى 3 ملايين وكسر، 3,300,000 شخص، وبالتالي ما راح يكون عندنا بطالة. لكن بحسب الارقام سيدة منال هناك الكثير من المصانع اليوم في العراق فيها زيادة في اليد العاملة. هناك مش مشكلة أصلا في توزيع اليد العاملة في بعض المصانع. احنا عندنا شركات كثيرة توقفت، لربما تعرف عندنا التصنيع العسكري توقف بحد ذاته، واليوم هم ياخذون رواتب وناس قاعده بالبيوت وما مستفادين من عندهم. هذول اذا اجوا اشتغلوا بالمصانع الجديده والمصانع القديمه يعيدون تاهيلها، هسه اعاده تاهيلها هذا يتطلب مستثمر اجيبه من الخارج، مو مستثمر من الخارج. اليوم احنا عندنا رؤوس اموال ما شاء الله خلال 18 سنه اكو ناس من هي من العدم صارت مليارديريه، هذه ممكن تستثمر داخل العراق. هسه انت اخذتوهم بالعافيه، بس شغلوا بها هاي الشباب حتى تفيدون الناس. ايضا عندنا بعض الاصلاحات اللي راح تكون اصلاحات اداريه، اليوم احنا عندنا الكثير من الوزارات، هذه الوزارات ممكن ان تجمد وبالتالي راح نقلل من عدد الوزارات، نقلل من عدد الوزراء، نقلل من الدرجات الخاصه، نقلل من مدراء العامين وهكذا. عندنا مثلا وزاره النفط والكهرباء، وزاره النفط والكهرباء بيناتهم معضله، الكهرباء متوقفه يجي يقول لك المشكله انه النفط ما ينطونه، وبالتالي هذه واحده من الامور اللي ممكن ندمجها حتى نخلص من وضعية الكهرباء. أيضا موضوع الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي اللي هو ضمان الصحة والاجتماعي، نفكر أنه نشرع قانون للطفل أنه منذ الولادة يبدي أنه يعني الدولة تفتح خلينا نقول حسابات لكل طفل يولد، وبالتالي بعد 18 سنه هذا الطفل راح يكون عنده مبلغ من الدوله تفتح للطفل. المفروض ليش ما موجود؟ هذا من واجب الدوله ان تفتح حسابات ما الاطفال؟ ما في شيء. هذا قد يستنزف خزينه الدوله. ما راح يستنزف. احنا اليوم الدوله تستثمر في الاقتصاد، في الطاقات، في الشباب. اولا العراق بلد غني، بلد نفطي، يعني اليوم احنا المفروض احنا مو اسهنا الامارات. ما برميل النفط ساعه بيكون 100 دولار، ساعه بيكون 15. نعم ساعه يكون هو من يصير ب 15 يرجع على الرواتب. تحتاج الى قطاعات مستدامه كالزراعه كالصناعه. هذه طبعا هذه واحده من الامور المهمه. نعم احنا هسه النفط خلينا نقول هذا النفط راح يصير للرواتب. اليوم احنا بدي اقول لك نفعل الصناعه اللي هي المطلب الاول والاخير. ايضا عندنا الزراعه متوقفه. نعم. كثير من الحلول بمجال الزراعه موجوده، لربما احنا عندنا ابحاث كثيره يعني بموضوع الزراعه، موضوع المي وموضوع الكهرباء، نتمنى انه نطرحها. عندنا موضوع الكهرباء من استخدام النفايات، يعني تحويلات الطاقات البديله نسميها. نعم. احنا وبالتالي اكو كثير من الحلول تحتاج الى من ينفذها على ارض الواقع يكون عنده سلطه ونفوذ. في الفتره الاخيره استاذ علي كان لك تصريح تقول فيه انه قاعده تحالف الفتح في تزايد مستمر، كيف توصلت لهذه النتيجه؟ لماذا قاعده تحالف الفتح في تزايد مستمر في وقت يقول البعض أن القوى السياسية الموجودة في السلطة منذ 18 عاما حتى اليوم، أنتم دخلتم إلى السلطة عمليا عام 2018 كلها تخسر على المستوى الشعبي، أنتم تقول أنكم قاعدتكم في تزايد مستمر، لماذا؟ فقط تعقيب شوي. تفضل. بخصوص حالة الاستثمار اللي نوهت عليها الدكتورة بأنه اليوم العراق في الاستثمار استثماره سيء جدا بسبب الروتين الكبير وتفشي الفساد. يعني اليوم اذا تجي في اقليم كردستان خلال 24 ساعه او 48 ساعه تستلم اجازه استثمار، بينما في بغداد وفي باقي المحافظات لا يقل عن السنتين، لا يقل عن السنتين حتى تستلم. اذا شنو اول ما نعالج القانون الذي يضمن اليه الاستثمار في داخل العراق عن طريق اول مره وضع تجريب الروتين، وضع الناس الاكفاء ومعاقبه الناس الفاسدين. يعني احنا يمكن شفنا جزء واحد او اثنين
على مستوى 18 سنة، واحد اثنين من مدراء الاستثمار اللي تعاقبوا. لكن اليوم معقولة خلال 18 أو 17 سنة كل مدراء استثمار هم نزيهين؟ أكيد البعض منهم. لذلك شوف على مستوى 18 سنة قد يكون واحد أو اثنين بالزايد. هذا أول بخصوص الاستثمار. أما بخصوص الصناعة، إحنا أنا رجل صناعي، إحنا خلينا نقسم الصناعة إلى ثلاث طبقات: العامة والخاصة والمختلط. اليوم إحنا ثلاثة عندنا مهملات، ثلاثة إن كان على مستوى العام مهملات لا بل منتهيات. يعني أنا يعني اليوم فرضا أنا قلت لك رجل صناعي اليوم في دائرة 17، عندنا إحنا 10 مصانع كبيرة لا بل شركات نسبة الموظفين بها من 10,000 إلى 2.5. العشرة يعني كبيرة 10,000 قد يكون، والصغيرة 2.5، إذا تجمعهم 30,000. 30,000 موظف كانت تجينا من النجف موظف ما يستوعب، يعني في قطاعي ما يستوعب هذا العدد الكبير. يعني شركة القعقاع كانت نسبة الموظفين بها من 8 إلى 10,000، مساحتها 28 كيلو متر مربع، هذه مهدمة منتهية نهائيا من غير المصانع الباقية. اثنين، القطاعات المختلطة اللي عندنا احنا ما يقارب 7 أو 8 قطاعات مختلطة في داخل 17، ايضا مهملة لا بل منتهية بسبب الاستيراد وعدم وجود الرقابة الحقيقية او الرقابة للمنتج الوطني، يعني ماكو تفعيل المنتج الوطني. وايضا القطاع الخاص اللي عندنا ما يقارب 100 مصنع ومعمل في داخل 17، ايضا فقط يعمل به العمالة الخارجية. هذا في الاطار اللي قلنا الاستثمار والصناعة. اما بخصوص سؤالك، اليوم العراق بطبيعة العراقي يحتفظ بالجميل، كل عراقي وطبيعته هو العربي صراحة، العربي بصورة عامة يحتفظ بالجميل. اليوم إذا يشوف الإنسان يضحي بدمه من أجله، يعطيه وقته ودمه وجهده ويترك بيته وعياله وكل شيء، يترك ملذات الدنيا ها، ويروح يدافع عن فرضا أيزيدية أو موصلية أو مسيحية، هذا ما يحتاج بأن باكر أرد له الجميل وأقف وياه. نحن طريق أو المبدأ الذي وضعناه نحميه ونبنيه. نعم هذا طريق أو مبدأ وضعه. فلذلك إحنا جاي نشوف الآن ليش عندنا هذا التفاؤل الكبير بالشعب العراقي. الشعب العراقي ينظر من أعطى دمه ووقته وجهده من أجل قضية اسمها وطن ودين وإنسانية. إنسانية، أنا أعتبر الحشد اليوم والفتح دافع عن قضية أكبر من الدين وأكبر من الوطن، وهي الإنسانية. الإنسانية، لولا وجود الحشد ولولا وجود الشهداء ولولا دماء الشهداء ولولا وجود الفتح اللي متمثل بالحشد ما بقت إنسانية في العراق. وإلا اليوم كل العالم شاف كيف كانت تسبى الأيزيدية وكيف كانت تسبى المسيحية. من اللي استنجدها؟ استنجدها ابناء الحشد. من استنجدها؟ استنجدها ابناء الفتح اللي هم بالأخير تبقى في محور المقاومة. نعم، لذلك العراقيون مصرون على أن يكون الفتح هو الأول لنسبة الدماء والشهداء التي أعطيت لقضية اسمها دين ووطن وإنسان. عفوا أستاذ علي، أنتم في الفتح هل تعتبرون أنفسكم ممثل الحشد الشعبي في البرلمان؟ لنا الفخر بأن اليوم مثل. لا، أنتم تمثلون الحشد الشعبي في البرلمان. أنا رجل كنت مقاتل بالحشد الشعبي. نعم، أنا رجال مقاتل وخضت أغلب المعارك في الحشد الشعبي. اليوم يعني اليوم ما أنتمي للحشد، أنتمي للحشد وإن كانت بفتوى المرجعية. للعلم لم يدرج اسمي في ديوان الحشد او في قاموس الحشد او في امه الحشد، لكن انا رجل متطوع. لذلك احكي باسم الحشد، انا رجل مجاهد في الحشد، ولدينا الكثير. يعني اليوم فصائل المقاومه التي ادرجت في الحشد، مو من الحشد، يعني نشبههم بجون زين بالرخاء نلحص قصاعكم وبالشدة نتخلى عنكم. لا بالعكس، اليوم يوم العراقيون الحقيقون الذي سوف يدلون بأصواتهم لمن ضحى من أجله، وسيعيد الكرامة أو عاد الكرامة لكثير من المخدرات ولكثير من الناس التي هربت عن أوطانها وهربت عن ديارها وهربت عن بيوتها. نعم، لا بل سلمت تلك البيوت إلى داعش وغير داعش. هذا المتأكد من الشعب العراقي سوف يعطي الصوت لمن يستحق. سيدة منال، الأمين العام لمشروع قادمون للتغيير السيد حسين الرماحي قال أن الفجيعة كبيرة ويجب عدم تكرارها ولو تطلب ذلك هيكلة النظام بأكمله. ماذا تقصدون بهيكلة النظام؟ بأي معنى؟ قبل أن أرد على، لم يتبقى الكثير من الوقت، ممكن تعليق سريع؟ تعليق سريع. طبعا إحنا مع كل احترامنا وتقديرنا للحشد والعاملين بالحشد،
لكن هل اليوم الفتح أو غير الفتح اللي ينادي بالحشد واللي قاعته الجماهيرية جاي تكبر بفضل الحشد الموجود على الساحة الموجود في كل محافظات العراق، اليوم إذا تجي ترجع للحشد راح تشوف يعني أقل مستوى معاشي هم ساكنين. إحنا نتمنى أنه هاي المنظمة وهاي المؤسسة أنه تأخذ حقوقها، هسه أبسط حقوقها، الجرحى الحشد موجودين، المفسوخة عقودهم من الحشد موجودين، يعني ناس والله العظيم يعني مع كل احترامنا وكل تقديرنا لكل العاملين بالحشد، لكن هل كافأتم هذه الطبقة السياسية الموجودة؟ هل كافأتم هاي الناس اللي ضحت برواحها؟ والله لحد هسه الناس صراحة وضعها سيء جدا الا ما رحم ربي. ونتمنى انه يسمعني اخويا ويسمعون القائمين على مو صحيح. شلون مو صحيح؟ اولا اليوم اكو قانون الحشد يضمن حقوق الشهيد ويضمن حقوق الجريح، على عكس الكثير من الذين غرر بهم ان كان تحت عنوان حشد الدفاع او حشد عشائري. انا يراجعوني الكثير بين حشد عشائري وحشد الدفاع، لا، الوحيد الحشد المقدس الذي صدر أو ولد بفتوى المرجعية لديه الحقوق ولديه من يدافع ويساند هذا الحشد الذي ضحى بدمه من أجل الوطن. نعم، اليوم إكرامكم الحشد أنه يعيشون مستوى جيد. اليوم كل المناطق اللي بيها الحشد نباوع ندخل للمناطق، المناطق كلها تعبانة. وقال أستاذ علي أنهم سيعملون على ذلك، طرحت علي السؤال الأول بعد سنوات الفاصل. سنوات بالسنة من 2014 اليوم، ترى صار أكثر من الفتح من 2018. لا دكتورة بس مرخص ما علينا، احنا بالفتح يعني أنا أسأل كل الموجودين واللي يشتغلون مع الحشد. كان المقاتل أو المجاهد قد ياخذ 500,000 دينار الان، طبعا هي مو فقط الرواتب، لا الرواتب فشيء اساسي. الوقت كذا ينتهي سيده منال، سريعا اريد منك جواب على هذا الموضوع، ما الذي تقصدونه بهيكله النظام باكمله وتتحدثون عن فجيعه، ما هي هذه الفجيعه؟ اليوم احنا ندرك ان الوضع بالعراق هو وضع سياسي صعب جدا. اليوم مو كل المؤسسات الموجوده هي تؤدي واجباتها بشكل صحيح. النظام خلينا نقول كله من اساسه انبنى على نظام المحاصصه، ونظام المحاصصه وصلنا الى وضعيه لربما بعد 4 سنين اذا تكررت المحاصصه والله اللي يسمعني انه العراق ما راح تقوم لقائمه بعد ذلك. وبالتالي نتمنى التصحيح يحدث بهاي الدوره، انه تصعد وجوه جديده تغير بالموضوع السياسي. هيكله النظام يقصد انه ممكن انه تبنى حكومه انقاذ وطني جديده. اليوم احنا قادمين بمشروع، هذا مشروع اسمه الانتخاب المزدوج، اذا تختاري اني تختار مرشحي قائمة قادمون للتغيير، احنا عندنا مشروع الانتخاب المزدوج. الانتخاب المزدوج فتحنا منصة إلكترونية، هذه المنصة الإلكترونية من خلالها أي مثقف، أي صاحب شهادة، أي صاحب كفاءة، سواء كان بالوزارات الموجودة أو سواء كان إنسان موجود يعني بسيط ما عنده لكن يمتلك المؤهلات أنه يكون وزير أو يكون من ضمن الهيكلة الحكومية، ممكن يقدم والناس تبدي هي تصوت على هذا الشخص، صوت على سين وصاد وعين، وبالتالي أكو حكومة موجودة ومشكلة في الظل. هذه الحكومة متى ما تم انتخاب أو ترشيح النواب من قائمة قادمون راح يقدموها بدون محاصصة وبدون التفكير أنه مغانم ومكاسب في الدولة العراقية. مؤخرا الحديث عن رئاسة الحكومة المقبلة أستاذ علي يتزايد، بالرغم أنه حتى الانتخابات لم تحصل حتى اللحظة، من الأسماء المطروحة يقال عدة أسماء من بينها السيد هادي العامري زعيم تحالف الفتح، هل فعلا هناك نية عند الحاج هادي العامري ليكون مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة؟ صراحة رغم اللقاءات المتكررة والمستمرة مع جناب الحاج أبو حسن لم يطرح بنفسه ذلك الأمر، لكن لدينا الثقة إن شاء الله إذا كان رئاسة الوزراء للعراق المستقبلي إن شاء الله أبو حسن قادر على أن يدير العراق. ليش؟ لأن اليوم عمل في مجالين مهمين اللي هو السياسة وحتى الوزارة والدفاع عن العراق، ثلاثة قدر ينجح به. اليوم إذا كان يلزم زمام أمور وزارة النقل والمواصلات لعله يسمعني، الوحيدة اللي انتعشت في زمنه يعني كان في أمر سلس في ذلك الوقت، وأيضا في السياسة بسياسة الحاج هادي العامري كانت قد تكون هنالك سحب الشباب والعراقيين إلى مجزرة كبيرة بين الأخوة نفسهم. يعني هو بشكل طبيعي اسم مطروح بشكل طبيعي لرئاسة الحكومة المقبلة. نعم مطروح، اسمه مطروح. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الفتلاوي المرشح عن تحالف الفتح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وشكرا لك أيضا السيدة منال المفرجي المرشح عن مشروع قادمون للتغيير. شكرا جزيلا لكما. واحد وتسلسل 30.
بغداد الدائرة الأولى تسلسل رقم 30 صحيح، والأستاذ علي بغداد الدائرة 17 رقم تسلسل 27. كل الشكر لكما، شكرا جزيلا، شكرا دائما لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.